بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا اليوم هي الأنثروبيولين جلايكوسايد. طبعا من نريد نحكي عن الأنثروبيولين جلايكوسايد أو أنثروبيولين represent a major class of glycosides. They are abundantly found in virus plant families such as Ericaceae, Liliaceae, Euphorbiaceae, etc. Besides, they are also present in certain varieties of fungi and lichens. إذن إحنا عندنا هذه المجموعة من الجلايكوسايتس اليوم حنبدي بيها. مثل ما عرفنا احنا انه الجلايكوسايد كانت هي عبارة عن انواع many types اتقسمت. قسم من هذه الجلايكوسايد هو الجزء او البارت الاول هو الانثروبيولين اللي راح نتكلم عنه. موجودة بالعديد من النباتات والامثلة مذكورة عليها الكثيرة، بالإضافة إلى أيضا ما توجد بأنواع من الفانجي الخمائر، وكذلك موجودة بأنواع أخرى من الكائنات الحية أيضا. بالإضافة إلى هذا يعني هي تعتبر مجموعة مهمة كمصدر للأنثروبيولين جلايكوسايد. رح نتعرف طبعا على استخداماتها، فوائدها الطبية ومواصفاتها، كل مجموعة بمجموعتها. الألويز اللي هو الصبار أو الألوي. البيولوجيكال سورس ألوي is the dried latex of leaves of various species of alloy. طبعا المصدر البيولوجي للألوي أو الصبار هو مثل ما نعرف إحنا الأوراق هي اللي تكون الجافة له، ومن أنواع عديدة من الألويز موجودة بالطبيعة اللي هي الألوي باربيدنسز، ألوي فوروكس، ألوي بيريا، و all these species belong to the family Liliaceae. الكيميكال كونستيتيوينتس ألوي أميدون occurs in the free state and as a glycosides in various species of alloy and also in rhum or rhubarb. Alloy barbadensis contains about 2.5 times the amount of alloy imodium when compared to alloy frox. طبعا هنا المادة الفعالة اللي بي اللي هي الاكتف كومباوند او الكيميكال كونستيتيوتد للكونستيتوينت للالوي هي الالوي ايمودين، وتكون بالحاله الحره ك اند اس جلايكوسايد انفايرنس سبيشيز، تكون موجوده بانواع مختلفه من الالوي، وكذلك موجوده بالروباب. بالإضافة إلى أنه مثل ما نشوف بعض الأصناف من الألوي تحوي مرات كميات مضاعفة من الألوي إيمودين بمقارنة بأصناف أخرى. الجلايكوسايدز of أنثرونول والداي أنثرون والأكسو أنثرون هاي إكزامبل على المواد الفعالة اللي موجودة. The reduced derivative of anthracnone invariably found in various plant substances. هذه الصيغ المختزلة من الانثراكيوني راح نشوفها موجودة بمكونات النباتات المختلفة. This plant product to make an appreciable contribution to the inherent therapeutic value of the naturally occurring substances. هذه المنتجات أو يعني البرودكت اللي تطلع من النباتات طبعا هي
لها علاقة وثيقة بال therapeutic value أو القيمة العلاجية اللي موجودة بالعديد من هذه ال substance أو المواد اللي موجودة طبيعياً. إذن وجود المواد الفعالة هي مسؤولة عن الصفة العلاجية اللي تنطيها هذه المواد. ومثل ما نلاحظ هنا الإيمودين هذا هو أكو عدة مركبات راح أو درايفاتيفز يعني مشتقات تطلع منه نتيجة عملية الأكسدوم. مثل المدى تلاحظون هنا نشوف هو مثلا مركب الإيمودين أنترون بالأكسدة ممكن يتحول بالأكسيديشن يتحول إلى عدة مركبات أخرى درايفاتيفز مشتقات من المادة الأصلية وأيضا تعطينا كل وحدة من عندهم أيضا مثل ما قلنا فد صفة علاجية ولها خاصية علاجية معروفة. Both anthrons and anthronols mostly occurs either as a free or compound as glycoside. مثل ما قلنا هذه الactive compounds قد تكون بشكل حر أو قد تكون مرتبطة كأنواع من الglycosides وfrom a close look at their respective structures it may be observed that they are reduced anthracyanin derivatives. مثل ما لاحظنا انه هذه الستركتشرات او المركبات انه ممكن ان تختزل الى مشتقات من الانثراكيونين الاخرى. Both anthron and anthronol are isomeric in nature. However, the latter may be partially converted to the former, which is essentially a non a fluorescent substance and is not soluble in an alkaline solution. إذا من أهم مواصفاتها أنه هي تكون isomeric بالطبيعة وقد تكون يعني قد تكون أنه هي تحوي على non fluorescent substances وأيضا تكون غير غائبة بالمحاليل القاعدية. بصورة عامة الأنثرونز are converted on oxidation into their corresponding anthracyanins namely xanthorin and dianthrone. الألوي yields not less than 50% of water soluble extractive. It is also contain volatile oil to some extent that impaired characteristic other to it. هنا بصورة عامة طبعا هذا الأنثرون الأكتيف كومباوند مثل ما قلنا راح يتحول بعملية الأكسيديشن لمشتقات أخرى هي أيضا مشتقات من الأنثروكيونين ومثل الإكزانثورين والداينوثرين وغيرها. أيضا الصبار ممكن أن يعطينا تقريبا أقل من 50% من الووتر سولوبل أكستراكتيف مواد دائبة بالماء وأيضا يحوي على الفولاتايل أويل. مثل ما نعرف أنه هذه الزيوت الطيارة لها أهمية وخاصية عطرية مميزة. استخداماته used as a purgative and alloy find its usefulness as external aid to painful inflammatory condition and three alloy gel made from the mucal agents latex of aloe vera is frequently employed in the treatment and cure of radiation burns to get immediate relief from itchings and pains. إذن عندنا استخدامات جدا عديدة الصبار أو مثل ما قلنا إنه هو الألوي ومن أهم هذه طبعا الاستخدامات إنه هو راح يكون يعني
فيه مواصفات يمتلكها تقريبا هي استخدامات خارجية للتهدئة من حالات الانفلاميتوري الالتهابات وآلام الالتهاب. هذا راح ينطينا فد مهدئ. وبالإضافة إلى هذا يستخدم الجل مالت الصبار من طبعا الألوفيرا بمعالجة الحروق والتهيج اللي يصير نتيجة هذه الحروق، وحتى ينطينا immediate relief يعني فد يعني مهدئ فوري من الاتشنج والبين من الحكة والحرقة والألم. بالإضافة إلى هذا الألوي usually causes gripping and is therefore administered along with carbonative. مثل ما قلنا هو راح يستخدم أيضا الألوي ك يعني هو بحد ذاته يسبب لنا الإمساك، ولهذا راح ياخذوه ويا دائما يحطوا له يعني اديتيفز مضافات يؤخذ ويا كارمينيتز يعني ويا طارد للغازات مادة أخرى. إذن هذه هي استخداماته. بالإضافة إلى هذا عندنا النوع الآخر من النباتات اللي هو الرابارب. أيضا البيولوجيكال سورسز من الرابارب is the rhizome and roots of Rhizobium officinalis polygonacea. الكيميكال constituent rabarb essentially contains mainly the anthraquinone glycosides and the striquine component. إذن هنا عندنا الرابارب يستخدم أو الكيميكال constituent أو الactive compound اللي تحوي عادة على الanthraquinone glycosides، وهو يستخدم كقابض استرينجنت كومبوننت. ايضا بالاضافه الى هذا نشوف هذه المواد الفعاله اللي موجوده بالرهيوم او الرابارب. هذه هي النبتة. استخداماته it is used mainly in the form of an ointment in the treatment and cure of chronic asthma, psoriasis and a potent carotidic agents. It is also used as a purgator. إذن هنا عندنا مثل ما قلنا هذا النبتة هي تستخدم كأويتمنت يعني كريم في معالجة والأزمة الأكزيما سوري والسورايسيس الصدفية. بالإضافة إلى هذا طبعا هو يستخدم كملين. النبتة الأخرى أو المثال الآخر اللي هي الكاسكارا، كاسكارا بارك اللي نقول عنها it is the great park of Rohan's operation. أيضا chemical constituents the cascara sagrada park is found to contain two main types of anthracin compounds, namely normal O-glycosides. These are based on imodine-like structures and constitute about 10-20% of total glycosides, and alloin-like C-glycosides. These comprise of about 80 to
90% of total glycosides. إذن المادة الفعالة الموجودة بالكاسكارا ساجرادا هي البارك، تكون على نوعين من الأنفراسين كومباوند اللي هي نورمال أو غلايكوسايد، وهذه تعتمد على الإيمودين في الستركتشر مالتها، وتحوي على 10 إلى 20% من أو الشكل 10 إلى 20% من التوتال غلايكوسايد. والنوع الآخر هو الألوين اللي هو لايك السي غلايكوسايد، ويشكل 80 إلى 90% من الغلايكوسايد. The main active constituents are four glycosides, usually designed as cascarocytes A, B, C, and D. طبعا وهذه الكاسكاروسايت تعتمد الـ A والـ B are slowly based on optical isomers of barbolin, whereas cascaroside C will G تعتمد on optical isomers of deoxybarbolin. تختلف بالstructure مالتها، الـ A والـ B يمتلكون هذا الstructure، والـ C والـ D يستخدمون أو يحوون على الstructure اللي هو deoxybarbolin. ايضا نبدا المثال الاخر عليها الفرانغولا، وهنا رامن فرانغولا consists of the two important glycosides frangolin A and B which were initially thought to be isomeric compound. ايضا هما isomeric compound ال A وال B، وهنا تستخدم كاترك. بالاضافه الى هذا راح نشوف النوع اللي هو الآخر السنة أو السنة ليف البيولوجيكالز، أو نسميها القرفة سنة the dried leaves of الكاسيا سنة أو الألكسندريا سنة or of كاسيا. طبعا مجموعة كثيرة من أنواع السنة موجودة اللي تنتمي إلى الفاميلي اللي هو الليجومينياسيا. والكيميكال كونستيتوينت the principal active constituent of senna are four senosoid اللي هم ال A وال B وال C وال G. إذن الاكتف كومباوندز هم هذول المهمين اللي عندنا ال A وال B وال C وال G من السنوسويد. إذن استخداماتها it is mostly used as a cathartic and the inherent action of senna is associated with appreciable grouping and therefore it is generally dispensed along with carminative so as to contract the underside effect. طبعا هنا استخدامها المهم هي مثل ما واضح قدامنا انه تستخدم للامساك يعني، وبالاضافه تستخدم ك يعني principal gripping. بالاضافه الى هذا لكن الانهيرنت اكشن لها راح نخليه انه عاده يستخدم دائما وياها كارمينيتف طارد للريح لتقليل للسايد افكت مالتها. بالإضافة إلى هذا نشوف التركيب الكيميائي للسنوسويد الـ A والـ B والـ C، ونشوف أنه فقط هو مثل ما قلنا isomeric هذه للمادة، فمرات تصير كترانس ومرات تصير ميزو، وهكذا نشوف الاختلاف الـ structure هو نفسه لكن فقط للوضعية isomer. النوع الآخر والثاني أو التايب الثاني المهم من الجلايكوسايد هو السابونين جلايكوسايد. السابونين جلايكوسايد they produce foam in aqueous solution. أهم مواصفاته طبعا يعطينا الرغوة بالمحلول المائي، where they cause a hemolysis of red blood cells يسبب لنا تحلل لخلايا كريات الدم الحمر. They possess a better and a red
تيست بيس كوزنج اراتيشن تو ميوكس ممبرين. هنا طبعا يسبب لنا الطعم المر، وبالتالي راح يسبب الراتيشن تهيج للميوكس ممبرين غشاء المخاطي. ايضا they are mostly soluble in alcohol and water but insoluble in non-polar organic solvent. هنا عادة راح نشوفه يذوب بالكحول وبالماء، ولكن ما يذوب بالنون-بولر أورجانيك سولفنت، المذيبات العضوية الغير قطبية أو قليلة القطبية. The aglycone of saponin glycosides are collectively known as saponin, the harmful and poisonous saponin. Saponin are often referred to sapotoxin. طبعا هنا راح يكون مثل ما عرفنا انه له جانب بار، وهو السابونين او السابوجينين هي عبارة عن مركبات لها سمية ونشير لها بالسابوتوكسين. Based on the nature of a glycone residue present in the saponin glycosides, they are broadly classified into the following two categories, namely tetracycline, triterpenoid saponin, citroidal saponin, and pentacyclic triterpenoid saponin. نوعين من الساponin موجودة، ومثل ما قلنا اعتمادا على طبيعة الجلايكون الجزء الموجود بالساponin glycosides. بالإضافة إلى هذا، however, from a commercial angle, the citroidal saponin occupy a very important position in the therapeutic purpose, which is evidenced by the following examples, such as use as a rare material for the synthesis of a number of medicinally potent citroid, example vitamin D, sex hormone, like testosterone and progesterone, estradiol, etc. Cardiac glycosides, example الدايجوكسين والديجيتوكسين والكورتيكوستيرويدز والكورتيزون أسيتات ألديوستيرون أورال كونتراسيبتيف المسترانول والنورف and ديوريتيك ستيرويد. والإكزامبل عليها البيرونول نورالاكتين. مثل ما قلنا انه من ناحية تجارية راح نشوف انه هذه الستيرويدال سابونين تلعب دور مهم بالاغراض العلاجية، والاكزامبل اللي ذكرناها قبل شوية انه هي تدخل كرو ماتيريال مواد خام لتخليق عديد من الميديسيني بوتين ستيرويد مثل فيتامين دي والسكس هرمون والعديد من الهرمونات السكس هرمون والكارديك جلايكوسايد، ايضا تدخل في العديد من المركبات المهمة ولها خاصية علاجية. نشوف في هذا النوع من الجلايكوسايد اهميته الصيدلانية او الدوائية والتجارية واضحة. النوع الاخر ايضا من ايضا هاي كلها الى تنتمي الى الروماتيزم روت، اللي هي الدايو اسكوريا. البيولوجيكال سورسز essentially comprised of the dried tuber of Dioscorea deuterodia. Chemical constituent, the major active constituent of Dioscorea is a dioxazine, usually present in the range of 4 to 6% diosgenine in the glycone of saponin diosine. طبعا هنا استخداماته الدايوسكوريا is mostly employed in the treatment of rheumatic arthritis بالتهاب المفاصل، وايضا has a good effect as a commercial product because of its high content of diogenine and
which in turn is invariably employed as a starting material for the synthesis of an important therapeutic drugs, for instance, sex hormone, oral contraceptive, and several cardiosteroids. إذن هنا عندنا الدايسكوري تمتلك خاصية جيدة ب كمنتجات تجارية لأنه تحوي كميات عالية من المادة الفعالة الدايوجينين and واللي هي طبعا تستخدم بالعديد من المواد اللي نكون عليها مواد بادئة starting material لتخليق العديد من الأدوية العلاجية المهمة مثل السكس هرمون والأدوية اللي تأخذ بصورة فموية والعديد من الكورتيكوستيرويدز. أيضا النوع الثاني اللي هو الشاتيفيرا شاتيميلا، أيضا هذه تعتبر من عائلة الليليسيا، والكيميكال كونستيوانت لها الشاتيفيرا contain 4 citroidal saponin usually designated as chatavirine presents collectively to the extent of 0.2%. However, chatavirine one is the major glycoside presence and the glycan called sarsaparilla. واستخداماتها هي the roots are employed mostly as galactagogue to promote the flow of milk. The roots are extensively employed as a medicinal oil for control and management of nervous disorders and rheumatisms, and is used both in threatened abortion and safe delivery because it is distance uterine blocking activity. هنا استخدامات هذه الجذور من الاسباريغاس مثل ما قلنا انه تستخدم بصورة واسعة لتحسين الفلو اوف ملك يعني طبيعة الحليب بالاضافة الى هذا او ادرار الحليب نعطي حتى أيضا بالإضافة إلى هذا تكون لها استخدامات واسعة جدا كمديسينال أويل وللكنترول على النيرفس ديسوردر بالإضافة إلى هذا تهدئ الروماتيزم. أيضا من الاستخدامات الواضحة إلها هي بالأبورشن بالعلاج والسيف ديليفري عملية يعني الولادة السهلة، وأيضا بالإضافة إلى هذا تسوي بلوكينج أكتيفيتي لليوترين للرحم. الجينسين او البنتاسايكليك تيربينويد سابونين النوع مثل ما قلنا اللي هو مثال على الجينسين او البانكس، والجينسين نبتة معروفة is the dread root of البانكس جينسين بانكس جابانيسيا او جابانيس جينسين او ادنى البانكس نوتو جينسين اللي هو الانديان جينسين all to ارلاسيا. كيميكال كونستيتوينت ان النوعين هو الجينسين الياباني والجينسين الهندي، والكيميكال كونستيتوينت اللي chiefly comprises of a complex mixture of triterpenoid saponin which may be either a citroidal triterpenoid or البنتاسايكليك related to alanic acids. However, these glycosides have been classified into three major heads, namely genesinosides والبانكسوسايدز والجيكوستيوسيو سابونين.
إذا عندنا المواد الفعالة الموجودة بالجينسين هي عبارة عن معقدات ميكستشر خليط من معقدات التيربينويد سابونين، وأيضا قد تكون سترويدال ترايتربينين أو بنتاسايكليك، أيضا تكون مرتبطة مع الألونيك أسيد، وهذه كلها الجلوكوسايدات ممكن أنه نقسمها أو نصنفها إلى 3 ميجر هيد نيم اللي هي الجينوسينوسايد والبانوكسوسايد والتشيكوسايد سابوني. وراح نلاحظ انه 13 جينوسينوسايد have been isolated and identified والبانوكسوسايد undergo decomposition yielding oleonolic acid. هذه المركبات كلها هي المشتقات من البنكسو سايت ومن الجينوسينو سايت. استخدامات: In the Chinese system of medicine, genesine use as a general tonic, carminative and diuretic activities. طبعا الجينسين هنا استخداماته الطبية هو مثل ما نعرف جنرال تونيك، بالإضافة إلى أنه يستخدم ككارمينيتف عامل لي أن أمزاك والديوريتك أكتيفيتيز، بالإضافة إلى هذا it's also possess adaptogenic anti-stress properties and is found to exert positive action on the metabolism والإندوكراين سيستم and the central nervous system. هو هنا اعتبار أنتي ستريس، هذه خصائص راح تنطينا طبعا لتنعكس ك يعني positive action على الميتابوليزم والإندوكراين سيستم الغدد النظام أو النيرفس سيستم. بالإضافة إلى هذا in the Orient genesine is used abundantly in the treatment of anemia, diabetes, insulinemia وال specifically to cure sexual impotence. الجينسين أهميته واضحة راح تكون وكبيرة بعلاج الأنيميا والسكر وغيرها، وخصوصا أيضا إلى فوائد أو أهمية للعلاجية للسكشوال كير يعتبر، بالإضافة إلى هذا it is found to enhance the natural resistance non-specific resistance and increases the ability to overcome both exhausting or illness to a great extent. طبعا حتى هو يعتبر مثلا ياخذوه من واحد يكون منهك أو تعبان راح يكون ينطي فد فائدة لأن يتجاوز الواحد المرض أو الإكزوستنج الألم، ويعني ينطي فد ريلاكس وروليف للشخص. اللوكوك أو الجلايسوريزيا أيضا عندنا هذه المجموعة الجلايسوريزيا has been derived from Greek origin sweet roots and glabera smooth. الكيميكال constituent للجلايسوريزا هي composed of a saponin like glycoside known as glycyrrhizin أو glycyrrhizia kick acid as shown below. Glycyrrhizin is found to be 50 times as sweet as sugar. هنا مثل ما نعرف انه هذه المادة هي معروفة بحلاوتها وتمطي 50 مرة الطعم الحلو اكثر من السكر. والجلايسيريزين upon hydrolysis loses its sweetness give rise to the glycon اللي هي المادة الجلايسيريتينيك أسيد أو الجلايسيريتينيك أسيد.
hepatic acids together with 2 moles of glucuronic acid. الطعم الحلو يرجع لي هذا التحلل اللي يصير بها. الجلايسيريزيا has demulcent and expectorant properties. It is used as a masking agent for battery drugs in pharmaceutical formulations such as quinine alloy. هنا طبعا بما انه هي تعطي الطعم الحلو فراح نلاحظ انه هي تعتبر masking agent. شلون انه تغطي على الطعم المر مثل ما نعرف وتعتبر كمواد صيدلانية وتدخل بالفورمولا خصوصا ويا المادة الكيونين والألوي اللي هي تعتبر مرة وهنا تنطي وياها حتى تغطي على الطعم المر لأنه هي معروفة بحلاوتها. الأمونيشيتد جلايسيريا is employed as a flavoring agent in the pharmaceutical and confectionery the surfactant activity due to the presence of saponin helped to facilitate the absorption of poorly absorbed drugs. For instance, anthraquinone glycoside, the presence of glycerating acids exerts mineral corticoid activity, and hence it used in the treatment of inflammation and rheumatoid arthritis. مثل ما قلنا لها أهمية وفعالية في علاج الروماتيز والأرثراس التهاب المفاصل. الليكورك ليكويد اكستراكت is used in the treatment of peptic ulcer and in Europe the glycyrrhizic acid is employed exclusively and dermatological formulations for its remarkable anti-inflammatory properties. أيضا لها خاصية علاجية وبدء الالتهابات وبأوروبا يستخدموها بهذا الاستخدام. بالإضافة إلى هذا إحنا عندنا مجموعة الألديهايد جلوكوسايد راح أكملها بالبارت الثاني.